يفجني بريغوجين، اسم لا يغيب عن الأضواء منذ اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية. هو قائد مجموعة فاغنر التي تشارك في القتال بجانب القوات الروسية في أوكرانيا، والتي يعتقد أنها تمثل نحو 10% من عدد القوات الروسية هناك. يبلغ بريغوجين من العمر 62 عاماً، ويمتلك بعضاً من شركات الغذاء والمطاعم، وكان المتعهد الرئيس لتوفير الطعام والشراب للمناسبات الرسمية في الكرملين، وهو ما دفع ببعض الدوائر إلى تسميته طباخ الرئيس. ينحدر بريغوجين من مدينة سان بطرسبرغ، ثاني أكبر مدن روسيا، وهي نفس المدينة التي ينحدر منها الرئيس بوتين، وتعود علاقتهما إلى التسعينيات من القرن الماضي، عندما كان بوتين يعمل في مكتب عمدة سان بطرسبرغ، وكان يتردد حينها على مطعم بريغوجين الذي كان يحظى بشعبية بين المسؤولين المحليين. ازدهرت أعمال بريغوجين في مجال المطاعم، وتوسعت بعد إبرام عقود مع الجهات الحكومية مثل المدارس ورياض الأطفال، وفي النهاية مع الجيش، إذ وصلت قيمة هذه العقود إلى أكثر من 3 مليارات دولار، وفقاً لتحقيق أجرته مؤسسة مكافحة الفساد التي أسسها السياسي المعارض الروسي أليكسي نافالني. يعتبر بريغوجين من الموالين بشدة للرئيس بوتين، وهو أحد الأصوات القليلة البارزة التي أعربت عن عدم الرضا عن أداء قيادة الجيش الروسي في أوكرانيا. اللافت أن بريغوجين ظل ينفي لسنوات عديدة صلاته بمجموعة المرتزقة المسلحة فاغنر، بل رفع دعوى قضائية ضد الصحفيين الذين زعموا أنه أسسها، رغم أنهم عرضوا اعترافات لبعض القيادات العسكرية التي أكدت هذه المعلومة. تصاعدت شهرة فاغنر التي ظهرت لأول مرة في شرق أوكرانيا عام 2014، حيث ساعدت الانفصاليين المدعومين من روسيا في السيطرة على الأراضي الأوكرانية وفي إنشاء جمهوريتين انفصاليتين في منطقتي دونيتسك ولوهانسك، وفي سبتمبر أيلول من العام الماضي، وبعد نحو 6 أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا، اعترف بريغوجين فجأة بأنه أسس مجموعة فاغنر، بعدما أثبتت أنها واحدة من أكثر الوحدات الروسية فعالية في الحرب. منذ عام 2014 شاركت قوات فاغنر في كثير من الصراعات في جميع أنحاء العالم. بعض تقديرات الموقف زعمت أن المجموعة تشارك في الأعمال العسكرية في عدد من الدول التي تشهد صراعات داخلية مقابل الوصول إلى الموارد الطبيعية فيها، وهو ما يتم في سوريا وليبيا تحديداً بحسب صحيفة وول ستريت جورنال وواشنطن بوست، بالإضافة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث تقف المجموعة إلى جانب الحكومة الحالية في مواجهة المسلحين الإسلاميين المتشددين. ورغم كل ذلك لا يتقلد بريغوجين أي منصب رسمي روسي حتى الآن، لكن من الواضح أنه يتمتع بنفوذ وتأثير كبيرين، فماذا سيكون دوره في مستقبل روسيا؟